واسمعها المقالات بيحكيك اور عليك وتطلع فيكم يمين اي مكان وتبطل بكو حماس قبل هيك عشان تعرفوا جيش اسرائيل بسكتش على حدا وبسكتش على حقه ليه ما رحتوش؟ ووصلت المناشير رميتوا علينا منشار بالطيارة صح. وقرينا المنشور وشفنا التقنيات تبعكو خط آمن على صلاح الدين صح على صلاح الدين صار يطخ علينا أنا كنت على صلاح الدين أنا هم تبعون حماس على شارع 10 و8 وعلى خبطونا شوية حاج شوية أنا بحكي مع سلمان شوية ضربوا علينا أنا أسرتي حماس عسري انا شيء بس التكير نصهم في رفع انا اسمي بحورات اشتاي عندي نسوان تنتين تم لا نص ونصهم في رفع والنص الثاني ضل هيد مع ابوي السكين عمره 92 سنه شفته قد طلع شفت انا سحر سكريوت انا يلي بكل ابو عياسي اللي بكل ابو عياسي لما حماس طخ عليك ولما قلتوش الصليب الاحمر شو الصليب الاحمر؟ الصليب الاحمر ما عمل اشي الصليب الاحمر كان شوية يا شباب والله لا جاوب عنكم كلكم عليكم والله لا جاوب عنكم شوية يا شباب عالسجاد ما يصير ان شاء الله نعمل رايك نحن نوصل في الحرب